السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، خاصة في الجزائر وسائر المسلمين، يطيب لي في هذه المناسبة يوم عيد الفطر أن أتقدم إليكم جميعا بأحر التهاني، متمنيا من الله أن يكون هذا العيد عيد فرحة للمسلمين جميعا، عيد بعث الأمل، عيد تقبل العمل الصالح، وعيد عهد جديد نحو ما هو أفضل للأمة جميعا إن شاء الله. وفي الحقيقة أحببت أن أنتهز هذه الفرصة تقريبا 6 أسابيع بعد ما أفرج الله سبحانه وتعالى عني مما كنت وقعت فيه منذ بداية هذه السنة بالحبس في مدينة باريس، في قضية في الحقيقة سبق لي أن تكلمت عنها وعن تفاصيلها، وما أنها أظهرت حقيقة ما آل إليه الوضع في الجزائر، وما أظهرته هذه القضية من أوجه الانحطاط والانحراف والإضمحلال في ما فعل بالدولة الجزائرية. وإن كنت لا يهمني الحديث عن نفسي أو الانتقام لنفسي، وإنما كما أسلفت الذكر، فإنما أدمى قلبي هو ما وصل إليه وضع الجزائري على كل المستويات، وما كانت قضيتي إلا نقطة بسيطة، قطرة في بحر من آلام الجزائريين الذين يعيشون الاضطرابات ويعيشون التناقضات. فبلد غني، بلد كان ينبغي أن يكون في مقدمة الأمم، إلا أنه بفعل عدم الكفاءة، بفعل التسلط، بفعل نكران الحقوق والحريات للمواطنين، بفكر قد أكل عليه الدهر وشرب، ولم يكن له مبرر أن يبقى إلى يومنا هذا، إلا أن الحصيلة هي حصيلة واحدة، وهي أن الجزائر في حال سيئة. طبعا أكيد أن هنالك من يقول أن نهول ونكثر من المبالغة، إلا أن الوضع بالنسبة للمواطنين جد صريح، ولا نقول هذا الكلام انتقاما من زيد أو عمر أو انتقاصا من شأن فلان أو فلان، وإنما أسباب ما سرنا إليه هي أسباب معروفة، لها تبعات، لها مقومات، لها كذلك أشخاص، لها نظام، لها سلوكيات، لها تخلٍ عن المسؤولية من أطياف كثيرة، سواء من كان في السلطة أو في المعارضة أو في غير ذلك، حتى إن كان لهذه الكلمات من معنى أصلا في الجزائر. على كل، أنا لا أحب أن تكون الصورة قاتمة في هذا اليوم عيد الفرح وعيد بعث الأمل، وإنما أريد وأدعو الله أن تكون مناسبة على أن يجتمع الجزائريون وأن يفيقوا من سباتهم وأن يفيقوا من النزاعات التي لا تجدي، فهذا ليس بالذي يعني يقوي رابطة المواطنين، وليس بالذي يعطينا الاطمئنان لبعضنا البعض. فالجزائريون اليوم للأسف بفعل طبعا سياسات، ولكن بفعل انحراف في المجتمع، في اللحمة التي كان ينبغي أن تجمع الجزائريين، أصبح الجزائري يخون الجزائري لأتفه الأسباب، وأصبح يرى أن الجزائر هو صورة الفشل، هو صورة عدم الالتزام بالأخلاق الحميدة في كل الأمور، في الأمور العادية بين العائلات، في سلوكيات العالم السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الرياضي، سمي ما شئت. فهذا النقص من فقدان الثقة بالذات الذي له أصلا، ونحن نرى ذلك وخاصة مع إخواني في حركة رشاد، أن له أسباب سياسية بحتة. فالطريق الذي لا بد أن تنوره النخبة السياسية والنخبة المثقفة للأسف لم يعد حاضرا، وهذا لا يعني هذا التقييم أننا لا ينبغي أن نفر من وطننا أو أن نساهم في هذا الانحراف به إلى ما هو أقبح، وإنما أملي أن نتعاون جميعا وأن تكون هذه الفرصة فرصة العيد، وبعد إن شاء الله الطاعة المقبولة والصيام والقيام المقبول أن تكون كذلك عهد جديد فيما بين الجزائريين للمحاولة والسعي معا بكل
مكونات المجتمع نحو بناء الدولة المنشودة، دولة القانون، دولة الحكم الراشد، الدولة التي ترعى مصالح الجزائر واستقلالها واستقرارها. ولن يكون ذلك إلا بفتح الحريات، والحرية تنتزع ولا تعطى للأسف. فلذلك لا بد أن نسعى لانتزاع هذه الحرية، سواء من عدو أجنبي أو من يتسلط علينا من داخلنا، مستعملين قيم الحضارة، قيم العمل اللاعنفي، العمل الذي يبني ولا يهدم، ولكن بالصرامة والصبر على الأذى إن تطلب الأمر ذلك، فنأخذ على أنفسنا ولا نأخذ من بلدنا. هذه هي التي الأمر الذي نريده، نأخذ على عاتقنا ولا نجعله على عاتق مجتمعنا أو بلدنا. أملي أن يكون هذا العهد بين الجزائريين. وفي الختام أود أن أتوجه بالشكر شخصا لأن العديد من الإخوة والأخوات خلال المحنة التي مررت بها عبروا عن تضامنهم وراسلوني بكل بشتى الطرق، وللأسف لم أتمكن، وإن كنت أرجو أن أتصل بهم فردا، فأعتذر لكل من لم أوفق ولم ربما لم أدري كيف أصل إليه، لفقدان رقم أو عنوان أو لنسيان، فأعتذر لهم كلهم. ولكن الله يعلم أنني أقدر دعمهم وأشكرهم الشكر الجزيل، داعيا من الله أن يجمعنا على الهدى وعلى الطريق المستقيم، وأن ينصرنا الله وينصر أمتنا جميعا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. شكرا لكم، وعاجت الأمة لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.